نحن مرهنين اكيد على الانتخابات النيابيه، واليوم انتقل الفكر الثورجي من الشارع للفكر السياسي الثورجي. اليوم اذا بتلاحظ انت السوشيال ميديا والجروبات كلها عم تشتغل ثوره، وعم نجتمع اجتماعات عم يكون فيها اكثر من هالمجموعات عدد الاجتماعات، وعم نعمل نخبه من الثوار هيكونوا هن مرشحين على الانتخابات النيابيه اكيد. يعني فينا نقول فشلت بمطارح ونجحت بمطارح، انه وعد شوي الشعب، وبعدنا يعني بنقول انه طول ما في حدا عم ينزل يعني مكملين. بس هلا اللي اكثر شيء بطلبها الثوره هو استقلاليه القضاء، ما بقى شيء معنا، هيدي نقطه كثير مهمه، بدنا بالقليل العداله. بعد مطروح.